يمكن عانى من المشاكل اللي داريه، لكن كنقاط هو نقطة إيجابية. يمكن المرشح الأول زي ما قال كابتن مدثر، السد أبو بفارق. يمكن احنا عارفين أمس مباراة السد تعادل، ولكن السد منقوص لاعبين، يعني لاعبين، لاعب من الدقيقة 26 ولاعب الدقيقة 68، ومع هذا كان قادر على انتزاع الفوز. الفيصل السعودي يمكن مهمته أصعب الفرق السعودية في المجموعات، يمكن الفرق اللي معاه يمكن أقوى منه، لكن قادر على كل شيء. يمكن نتائج خدمته الآن بالتعادل، لكن مباراته القادمة مع السد يمكن تكون مباراة، يعني بالنسبة للسد مباراة مفصلية. على نفس على المستوى اللي قدمه السد، أنا أشوف أن السد يعني فريق قوي والمرشح الأول. الفيصلي يمكن تجربته مع في الدوري السعودي أو مقابلة الأندية الكبيرة، يمكن قادر على يتعامل بمباريات مع الفرق القوية، وأتمنى الفيصلي التوفيق ويتأهل في المجموعة حتى لو كمركز ثاني. هو يوم الاثنين مباراة الجاية أمام السد. أمام السد، نعم. السد أهدر نقطتين، لكن كان الأفضل بنقص لاعبين. الفيصلي يمكن كل مباراة له ظروف، الفيصلي إن شاء الله إنه يكون قادر يكون ند، ولكن المرشح الأول على الورق، والسد